يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا كثير التأخر عن صلاة الجماعة. أنا كثير التأخر عن صلاة الجماعة. نعم. وكذلك كثير ما أنظر إلى ما حرم الله، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ توبة إلى الله، تتوب إلى الله وتقلع عن هذه الأمور، تتركها وتبتعد عنها ولا تعود إليها. نعم. ويقول حفظك الله، يقول: أنا كثير الوساوس والشكوك في أهلي، هل يلحقني إثم في ذلك؟ وما النصيحة في مثل هذا الأمر؟ الشكوك والوساوس من الشيطان، اتركها ولا تلتفت إليها، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.